أوكي، اليوم نحن في عنا شيء اسمه التكامل بالتجزئة، أو بالإنجليزي اسمه partial integration. بتاع بكتب رياضيات مثلا take an integral by parts، هيك اسم. قبل ما ناخذ التكامل بالتجزئة، حقول لك من وين اجى القانون، مع انه مالك مضطرة تعرفي، بس كفكرة. يو ضرب في برايم، شو كان القانون تبعه؟ U prime times V to the fourth صح؟ صح. اوكي، فلو أخذت integration of U times V prime، هو بيطلع ال integral لل U prime times V plus V prime times U. صح، فيني أحط ال integral لكل قسم لحاله بال addition. فينا من هون استنتجوا الرول، بيقولوا لك لو كان في عندك integration لل U times V prime، يعني لهي القطعة، أو خليني ثواني قبل ما أكتب هاي الخطوة، خليني أكتب خطوة أخيرة. مو هون في عندي أنا بيكون الانتجرال هو عكس الديريفيتيف، بلى فبيضل هون عندي U times V صح؟ صح. equal U prime times V plus V prime times U. فبيقول لي مثلا، فلنفترض رح آخذ هي على هذا الطرف، شو بيطلع مع الرول؟ هيك بيقول الرول، بيقول لو في عندك integral لل U times V prime، فهو عبارة عن U times V بدون integral minus the integral لل U prime times V. شو بتفيدنا هاي القاعدة؟ إنه ما فهمت الاستخدام تبعها. بتفيدنا كثير. هلا رح أعطيكي مثال بعد شوي، أوكي. أو ليش بعد شوي نكتب مثال جنبه فورا عشان تستوعبي. لو سألتك عن integral ln x، بتعرف قديش ال integral ل ln x؟ ln x لا 1 لا ما لا بعرف. الديريفيتيف لل ln x 1 over x. أنا شو بيجي بقول؟ بيجي بقول حأعتبرها 1 times ln x. عندك مشكلة؟ لا أوكي. قول I have two functions، واحد اسمه u واحد اسمه v برايم، هيك بقول. قول ال u هو ال ان اكس وال v برايم هو ال 1. next step شو بقول؟ بقول بدي احسب ديريفيتيف ال u هي 1 اوفر x وانتجرال ال v، يعني بدي من ال v برايم طلع v، شو الانتجرال لل 1؟ x. طيب بعدها بيجي بطبق الرول، قول كان في عندي 1 times ln x، يعني كان في عندي v prime times u. ها شو بقول؟ بقول u times v، يعني بقول x times ln x صح؟ صح. minus the integral of كانت هي u v prime، هلا بتصير u prime v القانون، فبتصير 1 over x times x. هيطلع عندك الانتجرال ln x هو عبارة عن x times ln x، تروح ال x مع ال x اللي تحت مين بضل؟ 1. شو هو انتجرال 1؟ هي هذا الجواب؟ هذا الجواب. انتجرال ln x هو عبارة عن x times ln x minus x. تمام. فمن هون أنا بستكشف اكتشاف، بيقول لي هذا الاكتشاف إنه دائما اللي جوا الانتجرال لو كان في عندي multiplication كان الاول هو ماله الديريفيتيف للثاني، هل ال1 هو الديريفيتيف لل ان اكس شيء؟ لا لا. فانا بهي الحاله بقول بستخدم انتجرال باي بارتس، التكامل بالتجزئه، بسمي واحد منهم يو والثاني بسميه في برايم. دائما بسمي يو اللي بدي اشتقه، اللي يكون ما بعرف احسب الانتجرال تبعه، ما بعرف احسب انتجرال ال ان اكس، فلهيك سميت الفي برايم هو الواحد وعملتها، حسبت الديريفيتيف لليو والانتجرال للفي برايم وطبقت القانون تبعي.
هروح للكتاب لأنه في عليه كمية أسئلة منيحة عشان نكمل. لو عندك أي سؤال فيك تسأل. طب تعال نشوف arc tangent x. أنا ما بعرف arc tangent x، فشو بعمل؟ مثل قبل شوي بالتفصيل، قول بعتبر كأنه أنا عندي 1 times arc tan 1 times arc tan. الخطوة اللي بعدها قول في عندي شيء اسمه يو، في شيء عندي شيء اسمه بي برايم. اليو هو arc tan، ليش اخترت اليو تكون الارك تان وليش البي هي ال1؟ لانه باختصار انا ما بعرف احسب الانتجرال للارك تان. لو سميتها في برايم كان بدي احسب الانتجرال تبعها، مع انا عم بعملها لاني ما بعرف الانتجرال تبعها. اوكي اليو برايم مين هو؟ اليو برايم هي 1 اوفر 1 بلس اكس سكوير. والفي مين هي؟ بس هلا بجي بطبق الرول. الا الانتجرال الارك تانجنت تبعكم هي عباره عن نيو تايمز في، يعني عباره عن ارك تان اكس تايمز اكس ماينس انتجرال اوف يو برايم تايمز في، يعني 1 اوفر 1 بلس اكس سكوير تايمز اكس. طب انا هون بعرف شغله، لو كان في عندي النيوميريتر هو الديريفيتيف للدينومينيتر باخذ لوغاريتم. طب شو الديريفيتيف للاكس سكوير؟ 2x ايزي، بضرب فوق ب 2 بقسمها 2. بس انت شو عم تعمل؟ انت هو ما مطلع الديريفيتيف، انت عم تطلع الانتجرال. عفوا انتجرال، بس بدي يكون النيميريتر هو الديريفيتيف للدينومينيتر مشان اخذ ln الدينومينيتر. اوكي اوكي ضربت 2 1 اوفر 2 مشان تزبط معي، بعدين حيطلع معي انتجرال ارك تانجنت اكس هي عباره عن اكس تايمز ارك تانجنت اكس، هي هاي الاكس بس بدلتهم ما في مشكله، ماينس 1 اوفر 2 تايمز لوغاريتم 1 بلس اكس سكويرد بلس سي. هاي هيك تجي ديكور بعدهم كلهم، شو بيطلع الجواب؟ بي او سوري ايه اي لانه ماينس خطا مطبع. حلو الموضوع مو صعب. ايه لا مو صعب صراحه، خطا صعب. لا لا بس ترجع اهلا اسرع اسرع بفكر معك نفس الوقت. يلا معلش امزح معك، المهم ركزي، يعني مو مشكله بعطيكي وقت للكتاب، المهم تركزي وانا عم فل. يعني الحمد لله ماشيين نحن، صح ما مشينا بسرعة آخر فترة، بس تقريبا أنت الدروس المهمة اللي هي الليمتس والديريفيتيف والانتجرال فهمتيهم صح، هي لحاله إنجاز يعني. الحمد لله تمام خلص. x times sin x what should I do؟ نفس الشيء نفس الشيء دير كان u equal sin x و v prime equal 1. شو رايك تجرب تحلي؟ كنصيحة سمي الفي برايم هي ساين اكس اسهل. الفي برايم ساين اكس؟ اها اوكي
سوري يو برايم. شو هو؟ اليو برايم. مو انت اخذت اليو هو اكس، اليو برايم هو مين؟ 1. بس هيك؟ عادي ممكن تطلع 1، واي نوت. جواب سي. اوكي، السؤال حل سريع بهيك. سؤال في نقول انه اليو هي اكس والفي برايم هي ساين اكس، فاليو برايم هي 1 والفي هي عبارة عن ماينس كوساين اكس. ممتاز. فهلا انتجرال ساين اكس شو بتصير؟ الانتجرال تبع x times sin x x times cosine x، اكتب u times v بدون البرايم باخذه، minus u prime 1 times negative cosine x. negative negative تصير positive، فهيدا عندي minus x cosine x integral للcosine x، فهم بيطلع لي الجواب minus x cosine x integral of cosine sine. جواب C. في مشكلة؟ لا تمام. طيب هون في طريقة ثانية هلا حعلمك اياها، بس هذا الحل نفسه انت كنت كاتبتيه لازم. ايه نفسه. الطريقة الثانية هي بالشكل التالي، بيقول لك لما يكون في عندك شيء هو x وشي سهل تحسبي، ساين سهل تحسبي الانتجرال تبعه؟ ايه يعني يكون عندك x وشي ثاني سهل تحسبي الانتجرال تبعه، اكتبيهم هيك x واكتبي ساين x. قال هلا وانت عم تنزلي واحد بتحسبي الديريفيتيف تبعه وواحد بتحسبي الانتجرال تبعه، شو الديريفيتيف تاع x؟ حطي خليهم مثل سميكي ديريفيتيف integral 1. هاي شو بتصير؟ negative cosine x. هاي لو حسبت مرة ثانية 0. وهاي sine x negative sine. في negative أصلا. قال بعدين بتوزع هون هيك plus minus، بس تصير صفر بتوقفي عشان تعرف امتى توقف، بعدين بتضربي بهذا الشكل بالميل. شوف ايش حيصير عندك، negative x cosine x negative negative positive. كيف السؤال؟ واو كيف هيك صارت؟ هي طريقة، هي طريقة. تعال حاعطيكي، حاعطيكي وحدة بدها شغل كثير لو بدون هي الطريقة. ها امسح؟ ايه مثلا تخيل لو سألتك integral of x cubed times e to the power of x، هي جدا صعبة، يعني هي فيها بقى integral by parts ثلاث مرات بدك تعمليها تزبط معك. طيب شلون فيني اعمل لك اياها على السريع؟ تاخذي x cubed وتاخذي e to the power of x، شو الديريفيتيف تاع هي؟ 3x squared yes. 6x 6 0 صح؟ صح. هاي الانتجرال تبعها دائما نفسه.
e to the power of x الانتجرال تبعه والديريفيتيف تبعه هو نفسه. بعدها بتوزعي بلس ماينس بلس ماينس، تصير بتضربي هيك. فهي جوابها هي integral of x cubed times e to the power of x، هي عبارة عن x cubed times e to the power of x minus 3x squared times e to the power of x plus 6x times e to the power of x minus 6 e to the power of x. تخيل انك عندك تعملي integral by parts اربع مرات بالطريقة العادية ليوفي، هيك حليتها انا خطوطي. صام الطريقة العادية كثير بدها شغل، كيف بدها تنحل؟ لا هي اسهل، هي اسهل بس ما بتزبط على كل شيء. كل شيء اسئله، شو الاشي اللي ما بتزبط عليها؟ بس لما مثل قبل شوي تاع لوغاريتم اكس او تبع ارك تان اكس ما فيني اعملها. اوكي تمام. فلك انا علمتك اول شيء الطريقه العاديه مشان تعرفي كيف تحلي، بعدين تعلمنا الطريقه السريعه. تفضل حلي لنا هاي الطريقة السريعة اللي بدك اياها، طريقة سريعة طريقة عادية، هذا الموضوع راجع إليك. الجواب A. تعال نبدأ حل سريع. هاي حل بطريقة سريعة. 3x شو بتصير؟ 3 وبعدها zero. E to the power of 3x حتصير 1 over 3 times e to the power of 3x. الخطوة اللي بعدها 1 over 9 e to the power of 3x. لو كل مرة عم أقسم على 1 على 3 عشان لما أحسب الديريفيتيف ترجع نفسها. بعدها بضرب بشكل مائل مع المراعاة إنه مرة بلس مرة ماينس. شو بصير في عندي؟ 3x times 1 over 3 e to the power of 3x minus 1 over 9 e to the power of 3x times 3. تروح لل 3 مع ال 3 3 مع 9 عندي 1 over. الجواب A. A. طب شلون الطريقة تبع خطوة خطوة يا أستاذ؟ ببساطة بسمي واحد من U واحد من V. هسمي ال U هو ال 3X وال V prime هو E to the power of 3X. فال ليش كتبت؟ فال U prime تبعي هو 3 وال V تبعي مين هو؟ e to the power 1 over 3 سريع to the power of 3x. حسبت الانتجرال تبع b عندي هون، شو بقول؟ u times b يعني 3x times 1 over 3 times e to the power of 3x minus بحط انتجرال، شو بقول بعدها؟ u prime 3 times 1 over 3 times e to the power of 3x U prime times V. بغض النظر هاي ال 3 بتروح مع ال 1 over 3، هاي ال 3 كمان بتروح مع ال 1 over 3، بس لازم أو ما في داعي يروحون هذول. ليش ما في داعي يروحون؟ ال 3 لازم اثنين. ال 3 times E to the power of 3X هي
الانتجرال تبعه هو a to the power of 3 اكس، ده عندي 1 over 3، شو بضل عندي الجواب؟ x1 تايم e to the power of 3x minus 1 over 3 times e to the power of 3x. هاي الطريقة العادية، في مشكلة؟ لا تمام. في داعي نحل هاي؟ يعني بدك I think يعني صارت easy. هلا شكل سريع، الطريقة السريعة. x كوساين x ديريفيتيف مرتين 1 0 انتجرال مرتين ساين x وماينس كوساين x بلس ماينس بضرب طلع في عندي x تايمز ساين x بلس كوساين x نو ماينس تايمز ماينس از بلس. الانتجرال للوغاريتم اصلا عملته اول شيء إذا متذكر أول درس جوابه بي عملته هون بس لا سوري مو بي جوابه أي لأنه هو ماينس 1 نوت بلس 1 قبل ما أنتقل للإنتجرال للسينوس كوسينوس I think كان في سؤال جميل و 30 هو نفس الإكزامبل اللي أعطيتني إياه شو هو؟ 30 هو نفس الإكزامبل اللي أعطيتني إياه integral of ln x اوكي اوكي I think هيك كان هو السؤال integral of sin x times e to the power of x جربي حلي سؤال جدا جميل أستاذ الطريقة السريعة ما عم ينتهي ما بينتهي بالطريقة السريعة لأنه ولا بضل derivative 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 هذا بضل integral integral ما بيصير بالطريقة السريعة هذا السؤال يحلى بهديك طريقة؟ طب سلام
Is it equal to 2 sine e to the power of x? شو هو؟ 2 sine e to the power of x. لا. شوفي الحل. هذا الحل حسمي اليو هو السينوس x. في مشكلة؟ لا. والفي برايم هو e to the power of x. فاليو برايم حتطلع معي كوساين x. والفي هون هو كمان e to the power of x. فالانتجرال لسينوس x times e to the power of x مين هو؟ sin x times e to the power of x minus the integral of cosine x times e to the power of x. هطبق الانتجريشن by parts مرة تانية على cosine x times e to the power of x. هسمي اليو هو cosine x. في مشكلة؟ لا. اليو برايم مين هو؟ negative sign. ممتاز. ال v prime هو e to the power of x. وال v هون مين هو؟ بس شو تعمل في السؤال؟ هلا شوف الحل. بعدها بيصير في عندك sin x times e to the power of x مين هو؟ هو sin x times e to the power of x minus افتح قوس كبير u times v صح؟ صح minus integral of negative sin x times e to the power of x. Integral sin x times e to the power of x equal sin x times e to the power of x minus cosine x times e to the power of x. شوف هنا عندك minus minus plus times minus. شو بتصير؟ minus. بضل الانتجرال نفسه. ما فيني اخذها هلا هي على الطرف الثاني. بلا. نايس. في كيف حيصير السؤال؟ سير 2 لا لا بس اوكي. بتصير 2 انتجرال sin x times e to the power of x مين هو؟ sin x e x minus cosine x. هلا بقسم الطرفين على 2. هذا هو الحل. كيف؟ معقد شوي بس يعني فكرته سهلة بس معقد. هو لفتين. هو شو خطر لك إن أنت ترجع تعمل مرة ثانية؟ والله صراحة يعني أول مرة بحياتي ما خطر لي. أول مرة بحياتي الأستاذ حلها هيك. أما عرفت إنه في بعض الحالات يكون لازم أحسب الانتجرال باي بارتس مرتين. بيرجع نفسه بس مع ماينس، برجع على الطرف الثاني بيصير 2 من نفس الانتجرال بعدين بس. طيب كمل؟ لا لا بس يعني بعد قبل آخر خطوة. اوكي قبل آخر خطوة معك.
كم؟ طيب هذا الجدول شوي مكترين حكي فيه، بس من هذا الجدول كله بدي اياك تتذكر شيء واحد. هذا الشيء الوحيد هو بدون انتجرال، هو قانون، هو قانون كوساين 2a. مين هي؟ لها حالتين، كوساين سوري 2 كوساين سكويرد a ماينس 1 او 1 ماينس سينوس سكويرد a. في مشكلة؟ لا. طيب هذا الحكي انا بيحكي على الباور تبع تاع الساين والكوساين. فيك تشوف الجدول بعد ما تشوف الحل، يعني تشوفي بعدين تستدلي منه. هون سوري، هاي الاكس هاي مالها بالباور، هاي الاكس تحت، خطأ مطبعي. هي 2 كوساين سكويرد اكس، تمام؟ اوكي اوكي. طب سؤال، ما هو انا كان في عندي 2 كوساين سكويرد اكس، لو حطيت هون ماينس 1 بلس 1 مو غيرت شيء؟ لا، مو هذا 2 كوساين سكويرد اكس ماينس 1 هو قانون كوساين 2a، او عفوا كوساين 2x بلس 1. بلى. طيب كوساين 2x الانتجرال تبعه هو ساين 2x، بس لازم يكون مضروب قبله ب 2، ما له مضروب ب 2 فلح اقول اوفر 2، صح؟ بلى. انتجرال اوف 1 x بدك اكتب لك اياه هون، 1 over 2 times 2 times cosine 2x plus 1. في مشكلة؟ لا تمام. لما في شيء ما تفهمي بس اسأليني فورا من هالموضوع. اوكي تمام. استاذ فيك بس نرجع دقيقة على الوايت بورد بس دقيقة. هون على لا الوايت هون لا تحت، ما في تحت، بس كتبت التو رولز هذول. اوكي اوكي لقيته تمام. اوكي تمام. اوكي نيكست. هذا السؤال أحلى، بس شوفي كوساين أو ساين والباور تبع أد فردي حوليها هيك، ما في قول إنه هي انتجرال كوساين X times كوساين سكويرد X. بلى. ما فيني أقول إنه هي كوساين X times بدي اكتب قوس ام رحت كتبت انتجرال 1 ماينس سينوس سكويرد اكس. بلى بلى، اضرب الكوساين جوا. كوساين ماينس كوساين ساين سكويرد اكس. شو الانتجرال للكوساين اكس؟ نقص ساين. هي مو كأنه هي عبارة عن U prime times U U squared. دي ايه الكوساين هو U prime وهذا بس ما عليها انتجرال. شو الانتجرال للساين؟ او عفوا شو الديريفيتيف للساين؟ كوساين نيجاتيف. في عندي شيء فوقه باور وقبله الديريفيتيف تبعه، باخده نفسه اللي هو الساين سكوير، ضيف على الباور واحد. ذكرتيها؟ نايس. كيف تذكرتها ما بعرف. امبارح اخذنا الرول عشان هيك ما لحقت تنسي. لا كيف خطر لك تكنيكلي؟ مش قصة نسيته. هو كيف خطري؟ طلعت لك أول مرة في أستاذ علمني إياها بعدين حفظتها. تمام. أما غير هيك ما حيخطري إني أنا من عقلي
اجي يطلع الباور بهذا الشكل، او اني اجي احوله. دائما بكل شيء متعلمه في اول مره استاذ حيعلمنا اياه، بعدين نحن حنصير نكرر الموضوع لحالنا. صح. والا اذا كنا نطلع قوانين لحالنا بنكون حطلعنا مرحله العلماء وعم نبتكر بقى قوانين. اصلا العلماء شو بيكونوا عاملين؟ بيكونوا اوقات يعني اللي عاملينه انه راحوا وطلعوا قانون جديد فبصيروا علماء، انه ما كانوا استاذ علمهم اياها. فنحن ما لساتنا بمرحله اليوس، لا ما نطلع قوانين جديده. ما في قوانين لسه، ما طلع قانون استاذ. الله يخليك يا رب، ان شاء الله. ان شاء الله. ساين مربع ناقص كوساين مكعب اكس، what should I do؟ فرقهم، خلي الكوساين سكويرد لحالها وكوساين واحدة لحالها، خليها 2 مو 3. Are you sure؟ شو بدك تفرقي؟ الكوساين سكويرد عن الكوساين، يعني نخليهم 2 و1، وبعدين بنحولها ل، ممكن I don't know. انت حكيت شيء مفيد بس راح بنص الحكي، ما عرفت تكمل. جوا فكر. يفرقون، يعني الفكرة جدا بسيطة، خليها ساين سكويرد اكس، هي ما دخلني فيها، ماينس هاي الكوساين كيوبد، مو فيني نساويها كوساين سكويرد ساين سكويرد اكس تايمز كوساين اكس. ممتاز. بعدها نحطها ساين مشان نفوتها. جاست سكند، فكرة في خطأ بالإشارات قلتها. هي الإشارة هي مالتيبليكيشن، مستحيل تكون إلا مالتيبليكيشن. تمام؟ اوكي. لأنه كانت غير، لأنه فيني حل لك سبتراكشن بس أصلاً غير حل. اوكي. بعد اللي حول هي الكوساين سكوير ل 1 ماينس ساين سكوير، شو بصير في عندك؟ ساين سكويرد اكس ماينس 2، نفوتها للساين مرة ثانية، 2 ساين سكويرد اكس. لا استنى قبل ما افوت يا جو، خليها ساين سكويرد اكس تايمز 1 ماينس ساين سكويرد اكس تايمز كوساين اكس، في مشكلة؟ لا اوكي. طيب بعدها ساين سكويرد تايمز 1 ساين سكويرد تايمز كوساين تايمز كوساين، هذا هي كلها مضروبين ببعض. درجة ما هي. طيب هلا ساين سكويرد اكس تايم ساين سكويرد اكس ساين تو ذا باور اوف 4 اكس، صح؟ صح. تايمز كوساين اكس، شوف السحر هلا، ساين صار قدام الديروت تبعه. شو عم تقولي؟ انت ما نقصت وحده ساين؟ لا وين راحت؟ ما نقصت شيء. انت عملت اوكي عملت خصم ثاني فتره. اوكي تمام، صار ساين والديريفيتيف تبعها جنبه، شو بتصير؟ تصير سينوس كيوبد اكس اوفر 3 ماينس سينوس تو ذا باور اوف 5 اكس اوفر 5. فكرة في خطأ حتى بالإجابات الكاتبة، في خطأ الجواب سي بس هون في 3 لازم يكون، مو حاطين جواب سي. بلا أستاذ لو كان طيب ماينس ما كان تايمز بينحل، بس غير حل. في خلصت كتابة؟ ثانية حل لك إياه كأنه ماينس مو كأنه تايمز. أوكي خلصت. عشان حتى شو كان سؤال جديد، فنحب نحل أكبر قدر ممكن من الأسئلة.
فلنفترض عن جد في عندي ماينس، شوف نعمة ثاني، خطري فكرة قصص. أطلع فكرة. لا، في خاطري بالأصل فكرة إنه أعمل انتجرال للكوساين سكوير لحاله، أو عفوا للساين سكوير لحاله، وللكوساين كيوب لحاله. صار عم يخطر لي فكرة إلى علاقة بالتحويل، جرب فورا فكر فيها بصوت عالي. خلي الساين سكوير 1 ماينس كوساين سكوير إكس، وخلي الكوساين كيوب كوساين اكس تايمز كوساين سكوير اكس. لو طلعت الكوساين سكوير اكس كون استفدت شيء؟ اذا عندي ماينس كوساين اكس ماينس 1، بعد مثلا لو حولت الكوساين ل 1 ماينس اكس سكوير. طريقة، والله شوفي هي طريقة الحين، تصير integral of 1. فيني طلع الكوساين اكس سكوير لبرا عن المشترك، او ماينس كوساين اكس سكوير فيني طلع، او افهم كوساين سكوير اكس وين بضل في عندي جوا. 1 minus الماينس طلعت لبرا، 1 بلس كوساين اكس أستاذ أنت شرحت كمان 1 ليه مو بس بس الكوساين سكويد اكس؟ just a second. هاي الوان ما دخلها، هاي اللي برا هي وان لحالها، ما استفدت شيء. بدي احولها 1 ماينس ساينس، ما بستفيد هيك، ما حينحل هيك، بوجبر. انا بتعرفي شو، حلف وارجع نفس النقطة، فمشان ما لف وارجع نفس النقطة، هو فورا انتجرال اوف سينوس سكوير للاكس ماينس انتجرال اوف كوساين كيوب للاكس. سينوس سكويرد اكس هي عبارة عن شو؟ negative cosine هي عبارة عن كوساين 2x ماينس 1 ماينس عن شو؟ كيف لا تصير 1 ماينس كوساين 2x اوفر 2، هيك حتصير. تمام؟ اوكي القانون تبع كوساين 2x، بس عملت له تطبيق مباشر. بعدها integral of cosine x times 1 minus cosine squared x times dx، كتبت او لا نفس الشيء مبدئيا. هون في integral عشان ما ننساه. بعدها بقول integral لل 1 over 2 minus 1 over 2. استاذ مو لازم يكون 1 minus sine مو 1 minus cosine؟ لا، هو له علاقة بقانون كوساين 2x اللي كتبته قبل شوي. ماينس انتجرال اوف، قصدك هون؟ وين؟ هي 1 ماينس ساين، انا عندي خطأ. اما هون صح، لا هي كوساين 2x، هون حيضل عندي انتجرال اوف كوساين x ماينس انتجرال هو ما فيني احط ماينس انتجرال، بقول بس فورا ماينس سينوس سكوير اكس تايمز كوساين اكس. الخطوه اللي بعدها الانتجرال 1 اوفر 2 هي 1 اوفر 2 اكس كوساين 2 اكس. الانتجرال تبعه هو عباره عن ساين 2 اكس اوفر 2، في عندي 1 اوفر 2 فلهيك حيضل عندي سينوس 2 اكس اوفر 4. طبعا في قبله ماينس بتضل، اشاره ماينس وبفتح قوس. الانتجرال لكوساين اكس هو ساين اكس، integral sine squared times cosine مثل u prime times u هي عبارة عن sine squared x over sine cubed x over 3. على كل حال بس لازم ندخل ناقص جوا على القوس بيطلع الحل صح. فيك ترجع تحلي لحالك بعدين خطوة خطوة، step by step. بس عندي سؤال واحد. شو هو؟
ال 1 over 2x من وين جبتها هي وال sin 2x over 4؟ ببساطة من ال 1 minus cosine 2x over 2 حولتها ل 1 over 2 minus cosine 2x over 2. اوكي فهمتيها أو لا؟ ما كثير. كيف؟ وليش ما فهمتي؟ ال 1 over 2x والماينس الانتجرال الانتجرال of any constant number شو هو؟ x. تماما. هل هيك الانتجرال ال 1 over 2 شو هو؟ 1 over 2x، اوكي. Okay. بعدين انتجرال لكوساين 2x مو ناقصه يكون في قبله 2؟ بلى. فلما تضربي ب 2 1 over 2 2 بتروح بضل عندك 1 over 2 times 1 over 2 هو 1 over 4. فلك ضل عندك sin 2x over 4. كمل؟ ايه اخر شيء بقى عندي كوساين اكس تايمز ساين اكس لما يكون ما في عليهم باورز ببساطه استخدم القوانين اللي كنا نحول فيها شو؟ المولتيبليكيشن لاديشن تاع الساين والكوساين تذكرتيهم؟ ايه نايس بس ذاتس ات. هلا القوانين كان بيقولوا ساين تايمز كوساين هو 1 over 2 sin x plus y times sin x minus y cosine times sine هي 1 over 2 sin x plus y minus sin x minus y اللي بعدها cosine times cosine هو 1 over 2 times cosine جمعون ضرب cosine طرحون sin times sine هي minus cosine جمعون minus cosine طرحون. خليني أكمل. يعني لك كوساين 3x تايمز كوساين x شو بتعملي؟ الانتجرال هو انتجرال. بعدين قانون كوساين تايمز كوساين هو عبارة عن 1 over 2 تايمز كوساين بجمع 3x مع ال x 4x 3x minus x 2x فهو بصير 1 over 2 بتطلع لبرا الانتجرال. كوساين 4x شو هو الانتجرال تبعه؟ شو هو؟ كوساين 4x الانتجرال تبعه هو ساين 4x بس لازم تقسم على 4 والكوساين 2x هون بيناتهم بلس سوري هو ساين 2x over 2 بعدين بدي اضرب بال 1 over 2 اللي تحت فبتصير ساين 4x over 8 بلس ساين 2x over 2 over 4 sorry. مفهوم؟ مفهوم. بس نرجع لأسئلة الجامعة. فكرة
هعلمك شغله. هتقول لك هو دي اكس كيوب ماينس 1، يعني بدك تحسب الديريفيتيف للجوال دي، ماشي؟ فشو حاعمل انا؟ لا لا انتجرال. شو هو الديريفيتيف الاكس كيوب ماينس 1؟ سي اكس سكويرد. فحتصير 4 تايمز 3 اكس سكويرد، صح؟ ماينس اكس. ماينس اكس؟ من وين جبتي ماينس اكس؟ الديريفيتيف للماينس 1 هو 0. الديريفيتيف اوكي. دي ثاني ديريفيتيف. بعدها بروح هاي سكويرد مع هاي الاكس، صح ولا مو صح؟ صار عندي انتجرال لل 12 اكس. فبتصير 12 بزود للباور بتصير 12 اكس سكوير اوفر 2 بتصير 6 اكس سكوير بلس. صعبة؟ لا ابدا. هنا ايامنا ما يغيروا الشيء اللي جوا السي الطلاب بيخافوا. ببساطة اللي لازم يعمله الطالب بس انه يحسب الديريفيتيف للشيء اللي جوا الدي ويضرب فيه. لازم يحسب شو؟ الديريفيتيف للي جوا الدي، مثل هون الاكس كيوب حسبت الديريفيتيف تبعه. طيب خلينا نكمل سؤال مثل هاد. شو بعمل مثل هاد من جربي انت حلي. اوكي وقت بي شو هو بي بي غالبا حلك صح. شوفي ببساطة قول integral لل x cubed over x plus 3x squared over x plus 1 over x. أول شيء حولته من fraction ل addition، هذا أسهل طريقة. ال x cubed مع ال x ضل في عندي x squared، x كيوب مع x عندي x. انا بقي بس احسب الانتجرال تبعه، بحيث عندي x كيوب اوفر 3x سكويرد اوفر 2، وال1 اوفر x هي عباره عن lmx. بلسي ممتاز. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده فيني اخذ x تايمز lmx لبرا as a common factor، صح؟ صح. مين بيضل في عندي؟ 1 plus ln x. شوفي يا هيا، لو اخذت x times ln x وحسبت الديريفيتيف تبعها بتحسب، بتعرف تحسب الديريفيتيف تبعها؟ طبعا. شو الديريفيتيف of x؟ 1 times 1 ln x plus شو الديريفيتيف of ln x؟ 1 over x times x، صح؟ صح. هذا عندك ln x plus 1 لو حتروح ال x مع ال x. فملاحظة، مو إذا كانت هي برايم هي اليو. بلا. فشو بيطلع له؟ x times ln x to the power of 2 over 2 plus
حاجة حلوة، تمام. أوكي، هل أسئلة على الطرف؟ كمان أسئلة الجامعات؟ مو شكله إلى حد ما بيشبه الأركتان؟ بلى، اصلا طلعت كيلة بلى، او نضرب بتو. بس ما بيزبط معي هون الأركتان، لأنه في عندي اكس مو بس رقم جنب الاكس سكوير. شو بعمل؟ نفرقه او ما فيش نفرقه؟ لا فكري، أستاذ مهم. ممكن تطلع تو تو لين اكس بلس 2؟ لا تكنيكلي باخذ الاكس لبرا فبيبقى عندي اكس بلس 2، ففي 2 ففي 2 فوق، فبطلع لبرا بحط بدالها 1 يعني as a common factor، بعدين من 1 over x تبقى لين، ف2 بتبقى مثل ما هي، ف2 لين انتو والدينومينيتور اللي هو x plus 2. بتحسي في شيء له علاقة انه النمريتر ده يكون هو ديريفيتيف للدينومينيتر؟ بقيان يعني بس x ما حطوها. ناقص اكس بلس 2. ايه يصيروا أضباط تكنيكي. يعني ده يكون فوق في عندي 2 اكس بلس 2، صح؟ صح. شو ممكن اعمل؟ شو اكس بلس 2 اذا حطيناها هاي بنكنسل الاكس بلس 2 والاكس بلس 2، بيبقى عندنا و 2 اوفر اكس، نعملها لن. شوف شكرا. الطريقة أسهل من هيك. انتجرا، فيني اكتب هون x times x plus 2. بلى. فيني اعمل هون 2 over x times 1 over x plus 2، أو مو هاي الطريقة. متذكرة الطريقة اللي تعلمناها امبارح؟ أي وحدة؟ تبع اني فيني اقول كان في عندي a over x plus b over x plus 2، صح ولا مو صح؟ صح. تعال نعملها هلا، وحدي لنا المقامات. بصير عندك a x plus 2 a plus b x، صح؟ صح. انا مين لازم يساوي 2 2؟
اختصار يعني. معناتها 2 a شو بتساوي؟ 2 معناتها a شو بتساوي؟ ال a 1 وال a plus b لازم تساوي 0 صح؟ عشان ما يضل x صح. فال b equal minus 1. فكرة خلاص الحل. شو بصير ثاني؟ ممكن opposite لبعض a و b؟ اي عادي ممكن يكون why not؟ لا مو دائما بس هون لانه هي ax plus bx فهي a plus bx بس انا ما في عندي بالنيوميريتر x عشان هيك. اه اوكي. طيب هي الحال الانتجرال ال1 اوفر x مين هو؟ ln x minus ln x plus 2 صح؟ صح. ln x over x plus 2. كمل خلصتي؟ ايه ايه هاد مو هو كأنه هو integral لل 1 over x على ln x ال x ايش طلعتها لفوق؟ هي 1 over x times ln x. ايه ايه بس ما فيني اكتبها 1 over x على ln x. كون غيرت شي؟ ما كون غيرت شي. أوكي. هي اللي فكرت فيها هي بترجع لتحت. مو هلا صار عندك النوميريتر هو الديريفتيف للدينومينيتر؟ بلا. فبصير عندك جواب ln ln x. هي مثل يو يو بيون تكنيكلي. U prime over U ln U بتطلع. كمل. سؤال فورا بس يقول لي انتجرال وبعده دي فورا شو بعمل؟ من الديريفيتيف. اه ايه ايه صح 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 فهلا بس بدي احسب ال شو كان اسمه؟ اف برايم اف الانفرس انفرس فانكشن للاف اف للاف اكس شو بعمل؟ بدل الاف اكس بحط مكانه اكس وهي الاكس بحط مكانه واي بحاول اطلع الواي لبرا فشو بقول؟ بقول اكس ايكوال لوغاريتم 5y في هذا القانون تبع اللي قال لي الواي ايكوال 5 تو ذا باور اوف اكس بس فالانفرس فانكشن هو 5 تو ذا باور اوف اكس. يعني هون كان على فكره الانتجرال والديريفيتيف كان مجرد ديكور. يعني انا نعرف انه بيكنسلوا بعض. ايه في طلاب ما بيعرفوا ما بيكنسلوا بعض بضيعوا هذا السؤال ضلوا عن جد بيضلوا فيه شيء كثير ربع ساعه عم يفكروا ما عم يلاقوا حل.
أوكي، لكن خلصنا أسئلة الجامعات إلى حد ما. يعني عندك شو تدريبات؟ يستر كم تست فيهم؟ كثير، شي 9. 9؟ لا مو 9، مو لهالدرجة، 7 بظن. 6. 6 لو. 6 في مرة. طيب حأترككم من هون ليوم الجمعة، حاولي حلي فيهم. الجمعة إن شاء الله الصبح بناخذ الساعة 11 كالعادة. ده كده 11 نو بروبلم، 10 ونص عادي. إن شاء الله يكون رمضان، شو هو؟ يكون رمضان ايه مو مشكلة، إن شاء بدك الله. 10 انت اذا ما عندي مشكلة 10 و11. أنا ما أدفع معي بيناسب لك، بعت اللينك أنت ما بتحب. ان شاء الله مو مشكلة. خبركم شو المدرسة امتى الدوام؟ لا والله بعتوا للمدارس الثانية، بس المدارس لسه ما بعتوا، بس أول ما يبعتوا ببعت لك يا هوت. ان شاء الله رب العالمين. طيب على كل حال درس الجمعة هيك في عندنا درس، فبدرس الجمعة بيكونوا خبروكم أكيد دوام رمضان، أصلا بيكون دنيا رمضان والخميس الدوامين دوام رمضان. ف نكمل. إن شاء الله، شكرا كثير. عفوا، إن شاء الله مثل ما قلت لك يعني لازم بأول أسبوع من رمضان نكون خلصنا الماث، ثاني أسبوع نكون خلصنا أغلب جزء كبير من الماث بروبلمز، ويكون ضل علينا شيء. أوكي إن شاء الله، تمام. يسلموا كثير، الله يسلمك، مع السلامة. مع السلامة.